الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواتنا الفاضلات الكريمات الطيبات، ربنا يحفظكم ويبارك لنا فيكم يا رب، ويبارك الإسلام فيكم. أخبار الفطار عندكم يا بنات؟ الفراخ بالخضار المشكل طلع لكم ولا لأ؟ وصواني المكرونة البشاميل طلعت لكم ولا لأ؟ احنا كنا بنفطر كده مع الشيخ احمد جلال الوقت، انا مش عارف بقى انتوا بتعملوا ايه. يعني احنا نتمنى والله اخواتنا كده ليكم ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليكم كده ويبارك فيكم باذن الله. ابشروا ان شاء الله باقي السندوتشات ان شاء الله باذن الله، لما نتوب لربنا كلنا كده ونبدا كده نجمع قلوبنا على الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا وهيرسل لنا باقي الفطار باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يحفظكم وربنا يبارك فيكم، وربنا سبحانه وتعالى يعني يستخرج من كنا من يحملنا دين الله في الأرض، ومن يقومنا بدين الله في الأرض. يعني يا بنات ويا أخوات ويا أمهات ويا بنات، السيدة آسيا امرأة فرعون رغم أنها كانت عايشة في بيئة في غاية الفساد، إلا أن هي وصلت لقمة الصلاح لدرجة أنها كانت واحدة من أربع نساء في تاريخ البشرية كامل وفي تاريخ البشرية كله. يعني مهما كانت البيئة اللي احنا عايشين فيها صعبة، مهما كانت المغريات صعبة، مهما كانت الفتن صعبة، مهما كانت الدنيا صعبة، يا جماعة يعني من الآيات اللي رعبت قلب الواحد واللي لازم تهز قلوبنا كلنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. أنا عايزك الوقت بقى تنسي الأكل وتنسي السندوتشات وتنسي الفطار وتنسي أي حاجة، أنا عايز كلنا الوقت يا إخواني في الله نركز مع بعض في الكلام اللي هنقوله حوالين هذه الآية عشان نبدأ نتدارك نفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى ونقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يعني يعبد الله على حرف، قال لك الحرف ده طرف الجيش، يعني الأخت تبقى في الطرف. يعني يقول لك ان ساعات واحد يدخل الجيش كده فيقف على الطرف، لو الجيش انتصر او حارب معاهم، ولو الجيش اتهزم يعرف يهرب ويعرف يجري. ففي ناس كده يا جماعه، في اخوات كده، في اخوه كده، هو جاي على 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 حرف الالتزام، مش عايز يدخل جوه بيئه الايمان، مش عايز يدخل جوه اعمال الدين، مش عايزه ان هي تندمج مع اعمال الايمان وتغير كل حاجه في حياتها وتشوف صحبه صالحه وتلتف حوالين الداعيات الى الله وتبدا تطلب علم وتبدا تدعو الى الله. في اخوات بيبقوا واقفين على الطرف من بره، ما هماش عايزين يدخلوا. فان اصابه خير اطمئن، هو اطمن بس به مش بالله. في اخوات كده مرتبه دينها على دنيتها، لو عندها مشاكل في الدين ما تقدرش انها تجتهد، لو عندها مشاكل في الدنيا ما تقدرش انها تجتهد، لو عندها ابتلاءات في الدنيا ما تقدرش انها تجتهد، لو الزواج عندها اتاخر شويه، لو الحمل عندها اتاخر شويه، لو جوزها عمل معاها بعض مشاكل، كل مشكله بتحصل في حياتها توقف لها دينها تماما، لا تقدر تفكر في طاعه ولا تقدر تفكر في عباده ولا تقدر تفكر في اجتهاد. قال لها سبحان الله العظيم، طب يا بنتي ربنا بيقول انه خلق الانسان في كبد، لقد خلقنا الانسان في كبد، يعني الحياه كلها مشاكل. في ناس يا جماعه ما تقدرش، لو عندها مشكله في الرزق او عندها ابتلاء او عندها مرض او عندها ازمه، ما تقدرش ان هي تفكر نهائيا في الدين غير لما الدنيا تتحل. طب وبعدين؟ طب النوعيه ديت في النهايه، في النهايه وان اصابته فتنه انقلب، انقلب ده انقلاب بقى. تلاقي الاخت الملتزمه الدينه اول ما يحصل لها مشكله ماليه او مشكله مع زوجها او مشكله طلاق، ربنا يعافيكم اجمعين يا رب، او مشكله طلاق او مشكله اي مشكله تحصل، او خطوبه وما تمتش، او ازمه، اي ازمه من الازمات، او حد من احبابها ابتلي، تفاجئي ان هي انقلب على وجه انقلاب تماما في الحال، خسر الدنيا والاخره، ذلك والخسران المبين. عايزين نواجه الظاهره دي يا تمنات، عايزين نواجه هذه الظاهره الخطيره، ظاهره ومن الاخوات من تعبد الله على حرف، الانحراف عن بيئه الايمان والبعد عن بيئه الايمان، البعد عن بيئه الدين. ايه اللي يخلي الواحده واقفه في الطرف؟ ايه اللي يخليكي ما انتش عارفه تدخلي؟ ايه اللي يخليكي ما انتش عارفه تندمجي وسط بيئه الدين وسط بيئه الايمان؟ ايه اللي يخليك
ليكي تبقي دايما متطرفة, ودايما خطة الشيطان لضرب اي اخت انه يعزلها وبعد كده يضربها. اعزلها الاول عن اخواتها, اعزلها الاول عن دروس الايمان, اعزلها الاول عن صحبة الدعوة الى الله, اعزلها الاول عن صحبة الاعمال الخيرية, اعزلها الاول عن البيئة اللي بتذكرها بالله, وبعد كده بقى ايه, وبعد كده يبدأ الشيطان في ضرب. اول حاجة ان الدنيا تكون شداها فمش عارفة تدخل. يعني ايه الدنيا شداها يا جماعة؟ ربنا بيقول في القرآن وما علمتم من الجوارح مكلبين. ربنا بيتكلم عن الكلب المعلم, كلب. وربنا بيتكلم عنه ليه؟ لان الكلب بتاع الصيد ده بيعرف لما يمسك الفريسة ما ياكلهاش. ليه؟ لان صاحبه معلمه. يعني لما كلب عرف يمسك شهوته وعرف يضبط شهوته وعرف يتحكم في شهوته, ربنا ذكره في القرآن, فما بالكم الانسان اللي يقدر يتحكم في شهواته. الدنيا مليانة مغريات الوقت, وبالنسبة للمرأة بالذات, لان المرأة ضعيفة وعواطفها ضعيفة واحوالها ضعيفة, فالمرأة بالضعف اللي فيها قدام المغريات اللي موجودة ممكن تبقى مش قادرة انها تواجه. ربنا لما اتكلم عن سيدنا يحيى بيقول وسيدا وحصورا. قريت الكلمة دي قبل كده في آل عمران, وحصورا. يعني حصور صيغة مبالغة على وزن فعول, يعني انسان يقدر يحاصر نفسه, يقدر يجاهد نفسه, يقدر يحبس نفسه على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يقدر الامام الموردي يقول كان يمنع نفسه عن شهواتها. يعني في ناس يقولوا حصورة انه لم يكن يرغب في النساء, لا, قالك انه كان يرغب في النساء ولكن هو اللي كان بيجاهد نفسه, هو اللي كان بيمنع نفسه عن شهواتها, هو اللي كان بيحاصر نفسه ويحبس نفسه ويقهر نفسه عشان تمشي معاه في الطريق الى الله. انت مش كده ليه؟ احنا مش كده ليه يا جماعة؟ ما انتش قادرة انك انت تتحكمي في نفسك وتجهد نفسك قدام المغريات اللي موجودة وقدام فرص اللهو وفرص اللغو اللي موجودة دلوقتي. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا الكيس من دان نفسه. يعني ايه دان نفسه يا بنتي؟ دان نفسه ده يعني لما واحد مثلا حارب يقول لك حارب حتى دانت له البلاد. دان نفسه يعني قهر نفسه, يعني حارب نفسه لحد ما قهرها, يعني فضل يجاهد نفسه لحد ما اخضع نفسه, زي ما واحد بيقاتل بلد لحد ما يخضع البلد ديت, يعني فضل يجاهد نفسه لحد ما نفسه مشت وراه. ليه ما تجاهديش نفسك؟ مجاهدة الاخت لنفسها, مجاهدة الاخت الملتزمة لنفسها. يعني الدنيا والشهوات اللي فيها والدنيا الوقت ما فيش فيها, يعني ما فيش تفاهم يا جماعة. انت هتبقي ملتزمة بحق وحقيقي يا اما ما انتش هتلاقي نفسك. البنت بتدخل على النت الوقت او الشاب بيدخل على النت, هو داخل الاول لما يشوف المقطع ده بتاع الشيخ فلان في اليوتيوب, يدخل يلاقي الصف اللي على الجنب مش عارف فيه صورة ايه, يدخل يلاقي نفسه مش عارف دخل على الفيسبوك في ايه, يدخل يلاقي. ما تنتهيش غير بمعصية والعياذ بالله, ما تنتهيش غير بحسرة وندم والعياذ بالله. يبقى الحل ان الواحد يعرف يجاهد نفسه من الوقتي. لما كلب عرف يمنع شهوته ربنا ذكره في القرآن, امال احنا لو عرفنا نجاهد شهوتنا. وسيدا وحصورا, ربنا بشر سيدنا زكريا ان ابنه هيبقى حصور, هيقدر يحاصر شهوات نفسه, هيقدر يقهر شهوات نفسه, هيقدر يجاهد عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني حق جهاده؟ الجهاد الذي يستحقه الله. ربنا يستحق جهاد شكله ايه؟ حق جهاده يعني جهاد بحق وحقيقي, مش شكل جهاد. جاهدوا مين؟ جاهد نفسك, جاهد الشيطان, جاهد هواكي, جاهد الاعداء الدين, جاهد اللي عايزين يستعملوك طعنة في قلب الاسلام. وجاهدوا في الله حق جهاده. يبقى احنا عايزين نعرف يعني ايه الكيس من دان نفسه, وبعدها وعامل اللي ما بعد الموت. يبقى لما اخضع نفسه وخلاها تمشي وراه, مش نفسه هي اللي قدامه بتسوقه, وعامل اللي ما بعد الموت, هتقدري ساعتها انك انت تجتهدي في اعمال الاخرة. انما الاخت بتسأل انا مش قادرة ليه, انا لما بتحصل عندي مشكلة في الدنيا بعجز ان انا اعمل حاجة في الدين ليه. يا اخوانا كنت سبحان الله العظيم بتدرس مع بعض اخواني من يومين كده قصة امرأة عمران, بصيت للقصة حسيت فعلا, قلت سبحان الله لما نتقابل ان شاء الله بإذن الله هنا يوم الخميس, قلت انا لازم اذكر اخواتي بهذه القصة العظيمة, بهذه المرأة العظيمة, امرأة عمران. شوفي علو الهمة, شوفي في نساء عشان ربنا عملوا ايه, شوفي في نساء عاشوا قلوبهم مليانة مشاعر ايمانية ازاي. ربنا يقول لك اذ قالت امرأة عمران, اذ قالت امرأة يعني اللي بتتكلم هنا امرأة, يعني اللي بتجتهد هنا امرأة. وامرأة مين؟ عمران. فين عمران؟ مات.
جوزها مات، يعني امرأة بلا زوج، يعني امرأة عايشة وحيدة، زوجها مات، ما عندهاش أولاد، ما عندهاش ذرية، بقت يعني كبيرة، وزوجها مات وهي حامل، وفي بطنها يعني في أول الحمل بقى أو في الحمل ما هياش عارفة إيه اللي في بطنها. امرأة عمران يعني ممكن تكون واحدة بلا زوج ومع ذلك بطلة؟ ممكن تكون واحدة زوجها مات أو طلقت ومع ذلك بطلة؟ ممكن تكون واحدة مهما كانت الظروف بتاعتها؟ يا بنتي أنت مهمة، أنت مهمة، أنت مهمة، مهمة لبيتك. مش بيقولك وراء كل عظيم امرأة؟ الكلام ده فين في القرآن؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بعدها واجعلنا للمتقين إماما. يبقى لما الست وقفت ورا زوجها ربنا بعد كده قال واجعلنا للمتقين إماما، يبقى وراء كل إمام امرأة، مش وراء كل عظيم امرأة، وراء كل إمام امرأة، وراء كل إنسان ربنا رفعه في الدنيا ديت. مش بيقولك فتش عن المرأة؟ وراء كل إمام امرأة، الإمام البخاري أمه اللي ربته يتيم ونشأ، الزبير بن العوام أمه اللي ربته يتيم ونشأ. أنا وأنا بتكلم عن قصة امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. وتلاقي هو ربنا بيحكي قصة مين؟ ربنا بيحكي قصة مين؟ أنا عايزك تشغلي دماغك معايا. هتقولي قصة امرأة عمران؟ لا، ربنا بيحكي قصة عيسى، لأن الآيات دي نازلة أصلا في الجدال ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وما بين نصارى نجران لما كانوا بيتكلموا عن ألوهية عيسى. طب ربنا بيحكي قصة عيسى بيجيب قصة جدته ليه؟ وبعد كده قصة أم مريم ليه؟ كأن وراء كل إمام امرأة، وراء هذا النبي امرأة. ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لك القصة من أول المرأة الصالحة اللي احتسبت على الله وربت. انت مهمة، انت مهمة لدينك، انت مهمة في كل حاجة في الدنيا دهيت. ربنا سبحانه وتعالى قال بعضكم من بعض، انت مهمة لدينك، مهمة للإسلام. أول دم سلف الإسلام هتقوله سمية، أول شهيدة. طب وأول من قال لا إله إلا الله هتقوله خديجة، وأول من سعى هتقوله هاجر، وأول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هتقوله امرأة قعدت على عيال لها. طب دول كلهم الأوائل، النساء دول كانوا الأوائل، انت الأولى في إيه؟ انت هتبقي الأولى في إيه؟ ايه الحاجة اللي انت هتبقي فيها الاولى؟ المرأة يا جماعة زي الثانوية العامة كده تلاقي الاوائل بنات، زي مسابقات القرآن والدورات العلمية اللي بنعملها تلاقوا الاوائل بنات، زي على النت لما بنعمل مثلا مسابقة ولا بنعمل دورة في اي حاجة الاوائل بنات. قال لا، طب انت هتبقي الاولى في ايه؟ يبقى المرأة كتلة العاطفة اللي جواها لما بتتوجه صح بتسبق حتى الرجال. انت هتتوجهي في ايه؟ مفيش حاجة اسمها صعب، انت تقدري. قلتلك ان اسيا امرأة فرعون اللي عاشت في القصر الملكي وسط افسد بيئة في مصر، ومع ذلك كملت وبقت واحدة من اربعة كاملوا في تاريخ البشرية. ما تقوليش البيئة فاسدة، ما تقوليش ان حواليها فتن، ما تقوليش انت ما انتش عارف الفتن اللي محيطة بيا، ما تقوليش انت ما انتش عارف المشاكل اللي المرأة بضعفها بتتعرض لها في الوقت ده، والفتن اللي المرأة بضعفها بتتعرض فيها للوقت ده، وانت ما انتش عارف. يا بنتي لازم نواجه نفسنا. ومن الاخوات من تعبد الله على حرف. طب وفي الاخر اللي بتعبد ربنا على حرف هتترمي خالص، هتبقى اقل فتنه هترميها بره، اقل فتنه تضيعها. هل ممكن تعدي خمس سنين وانت لسه على الطريق ده؟ مش ربنا بيقول وما بدلوا تبديله؟ يعني ايه وما بدلوا تبديله؟ هل انت احلامك قبل الجواز هي احلامك بعد الجواز؟ هل انت طموحاتك وانت طالبة في الجامعة هي طموحاتك لسه دلوقتي؟ هل انت حماسك للدعوة وللقيام الليل يوم ما التزمت من ثلاث سنين هو نفس حماسك دلوقتي؟ هل وانت عندك 20 سنة حماسك للدين وللرسالة هو حماسك وانت عندك 30؟ هو حماسك وانت عندك 40؟ هو حماسك، هل انت قبل ما تنجبي ويبقى معاكي اطفال حماسك لطاعة ربنا وللوصول الى الله هو حماسك وانت معاكي اطفال؟ يا بنتي وما بدلوا تبديلا. ازاي الانسان يفضل على الطريق؟ ازاي الانسانة تفضل على طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ اذ قالت امرأة عمران، المرأة بتاعت الراجل اللي مات ده، هو ده امرأة عايشة بلا رجل يا جماعة، يعني ضعيفة، يعني محتاجة، والحاجة الوحيدة اللي تملكها في بطنها ضناها اللي في بطنها، اللي زوجها مات في اخر عمره بمعجزة من ربنا وحملت ضناها، ده اقصى، ده الحاجة اللي هي الانسان وهو لسه صغير بيطلع السلم الثلاث درجات في خطوة، اما بيكبر شوية بيطلع السلم خطوة خطوة، اما بيكبر شوية بيطلع سلمة سلمة، اما بيكبر شوية بيتسند على عصاية، اما بتكبري شوية بتقولي لحد من ولادك اسندني يا ابني وانا طالعة. فالناس نفسها في ولد عشان يسندها في كبرها، ودي فعلا بقت كبيرة ومحتاجة اللي في بطنها ويظنها انه ولد. ومع ذلك اذ قالت امرأة عمران رب، مش يا رب، يا أداة نداء، والنداء للبعيد، هي مش حاسة ان ربنا بعيد عنها، هي حاسة ان ربنا قريب منها. ربي اني بتأكد من كمية العواطف اللي في قلبها تجاه الله، اني نظرت لك
نظرت يا النذر ده يا رب لو نجحتني هعمل، يا رب لو شفيت لابني هتصدق، انما ديت مش بتقول يا رب لو اديتني هديك، يا رب انا هديك ما املك وانا مش مستنيه هاخد ايه، انت اديتني كل حاجه، بل اللي انا بديهولك ده انت اللي مديهولي اصلا، اني نظرت لك عشانك انت يا رب، ما في بطني ما الشمول، انا يا رب ما مملكش غير دي الحاجه الوحيده اللي انا بملكها، انا يا رب بستغنى عنها عشانك انت، انا يا رب بستغنى عن اكتر حاجه انا محتاجها في الدنيا دلوقتي عشانك انت، انا يا رب بوهب اللي في بطني دي ليك انت، انت وهبت لربنا ايه، انت عملت عشان ربنا ايه، انت نظرت لربنا ايه، انت مستعديه تضحي عشان ربنا بايه، نظرت لك ما في بطني، انا ده ديت الحاجه اللي هي مستنيه انها تتعكس عليها في كبرها، انما يا رب انا هوهب الولد ده للمسجد الاقصى، الولد ده هو اللي هيحرر فلسطين يا رب، الولد ده هو اللي هيحرر فلسطين اللي كانت محتله ايامهم، امراه عمران فلسطين كانت محتله، وايام زكريا كانت محتله، وايام عيسى كانت محتله، وايام يحيى كانت محتله، الفتره دي كلها كانت فلسطين محتله، ومع ذلك كان كل تفكيرهم في الدعوه الى الله، كانوا ابطال، انا مش عايز اقول كانوا جبارين في الدعوه الى الله، في قوه الدعوه، لما حصل الازمات السياسيه الطاحنه في عصرهم ما قالوش الحل ان احنا نعمل يعني نشتغل في، لا، عرفوا ان الحل الاقتتال من اجل دعوه الناس الى الله، الحل بتاع البنات دلوقتي ان انتوا تنزلوا لهم، الحل بتاع البنات دلوقتي انهم يلاقوا حضن يستوعبهم لما يدخلوا المسجد، ان كل بنت جديده امانه في رقبه كل واحده دخلت المسجد قبلها ولو بيوم واحد، رب اني نظرت لك ما في بطني محررة، اللي بيجري وفي رجليه قيود غير اللي بيجري وما فيش في رجليه قيود، انا يا رب عايزاه ليك انت يا رب، انا عايزاه ما فيش في حياته قيد، انا عايزاه يا رب ما فيش في حياته اي تعلق باي حاجة، انا يا رب عايزاه في حياته ما فيش ارتباط له بالدنيا، قيود الدنيا ما هيش شداه، انا يا رب عايزاه بتاعك انت بس، ليك انت بس، يحبك انت بس، يعبدك انت بس، يخدم دينك انت بس، انا عايزاه ليك انت بس يا رب، ولا انا حتى يبقى ليا نصيب ليه، اني نظرت لك ما في بطني محررة. هتتحرري امتى؟ يقولك حرية المرأة، ايه حرية المرأة؟ حرية المرأة انها تعمل اللي هي عايزاه، ولا حرية المرأة والراجل انهم يتحرروا من شهوات الدنيا ويبقوا بتوع ربنا بس؟ اتحرري من المعصية اللي مأيداكي عن ربنا، اتحرري من الشهوة اللي منعاكي عن طريق ربنا، اتحرري من العلاقة اللي بينك وبين ربنا، اللي بينك وبين غير ربنا، اتحرري زي السيدة مريم، ربنا بيقولك اذ انتبذت، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت، نبذت كرهت، اذ انتبذت من اهلها، مش عايزه تشوف حد ولا حد يشوفها، مكانا شرقية، مكان تشوف فيه مشاهد الشروق ومشاهد التدبر في خلق الله، عايزه تعيش مع ربنا بس، عايزه تعيش مع اسماء الله الحسنى، عايزه تعيش مع ذكر الله ليل نهار، فاتخذت من دونهم حجاب، عايزه تبكي، عايزه تنهنه بين ايدين ربنا، عايزه تمرغ وشها في التراب بين ايدين ربنا، عايزه تجأر لربنا، عايزه تناجي ربنا، زي امها الوقت امراه عمران اللي بتناجي ربنا وهي بتقول رب اني نظرت لك، هي بتدعي، ده بتكلم ربنا، فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، هي بتدعي، ده بتناجي يا جماعه، ده بتكلم ربنا، ده عايشه بقلبها مع ربنا، ده عبادة تانية اسمها عبادة المناجاة، الانسان اللي ماشي يناجي الله، يكلم الله، يبث ما في صدره لله، يخاطب ربه سبحانه وتعالى، فطلعت بنتها زيها، فاتخذت من دونهم حجاب، عايزة تناجي ربنا وتبكي من ايديها من غير ما حد يشوفها، فارسلنا اليها روحنا، ربنا اصطفاها واختارها، لما الانس بالله زاد في قلبها، لما حب الله زاد في قلبها، لما الشوق الى الله زاد في قلبها، ربنا اختارها، احنا دلوقتي مع امها بقى، اللي طلعت هذا النموذج، اللي طلعت مريم، اللي طلعت البنت الصغيره دهيت، اللي لما تربت على ايد زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كل شويه في كرامات، كل شويه في عطاءات، سيدنا زكريا يدخل يلاقي فاكهه ما هوش الموسم بتاعها، سيدنا زكريا يدخل يلاقي علوم عند مريم في معرفه الله هو معلمها لهاش، هو نفسه بيتعلم منها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزق في العلم ورزق في الدنيا، قال يا مريم أنى لك هذا، ازاي يا مريم، ده انا اللي بعلمك، وانا اللي بجيب لك الاكل بنفسي، وانا اللي ما بسيبش حد يدخل عليك غيري، انا المربي بتاعك اللي بواليك على طول، كل ما ادخل الاقي كرامات يا مريم، كل ما اشوفك الاقي كرامات يا مريم، كل ما اشوفك الاقي عطاءات يا مريم، أنى لك هذا، وصلت لده ازاي،
خدت ده ازاي؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، النبي اللي عنده 90 سنة اللي ما عندوش اولاد، وقف قدام البنت، وقف قدام البنت يا بنات، وقف قدام المرأة يا نساء، وقف قدام البنت اللي عندها 13 سنة يسمع الكلام بتاعها وقلبه يتزلزل من الكلام اللي هي بتقوله عن ربنا. نبي عنده 90 سنة علم الدنيا كلها من هو ربنا، وبنت قلبها اتلمس بمعرفة الله وبحب الله. عشان تعرفي قلبك ده هو، قلبك اللي مليان مشاعر ده هو، قلبك ده هو لو بقى بتاع ربنا هيخرج منك ايه؟ عشان تعرفي المرأة كتلة المشاعر ده ايه، لما قلبها فعلا يتوجه الى الله تبقى ايه؟ نبي، يتغير حياته كلها بسبب كلمة سمعها من بنت عابدة، من امرأة عابدة. هنالك دعا زكريا رب. قال لها يعني سيدنا زكريا ما دعاش لحد ما شاف الموقف بتاع مريم وسمع الكلمة اللي هزت قلبه من السيدة مريم. يبقى انت ما تستقليش انت ممكن تغيري ايه. وفي نفس الوقت برضه سيدنا زكريا وهو نبي لما سمع كلمة غيرت له امور خطيرة جدا في حياته. يبقى ما تستقليش باي كلمة تسمعيها، ما تستقليش انك تيجي تسمعي درس وتسمعي كلمة، ما تستقليش بقيمة درس تسمعيه، ما تستقليش بقيمة موعظة تحضريها لواحدة من الداعيات ولا درس من الدعاء، ما تستقليش ان كلمة ممكن تغير حياتك، ان كلمة ممكن تلمس قلبك. ما هو القلب ده عامل زي ايه يا بنات؟ القلب ده عامل زي واحد جاي مثلا ايه، واحدة مثلا جاية تزورك في البيت فلقت باب الشقة مقفول، فعايزة تعرفك وانت جوه الشقة انها بره، قامت حاطة صباحها على الباب فمحدش من جوه الشقة عارف، حس بحاجة، قامت لقت لمبه فوق باب الشقه قامت لمسه بصباحها اللمبه محدش حس بحاجه، قامت لقت يافطه مكتوب عليها بيت فوق الاستاذه فلانه او فلان الفلاني قامت لمسه اليافطه محدش حس بحاجه، فلقت نقطه كده اسمها الجرس لمست بصباحها الجرس، اول ما لمست الجرس كل اللي جوه حسوا بيها وفتحوا لها. انت قلبك فيه نقط لو اتلمست انت حياتك كلها تتغيرت. تضمني منين ان ممكن الدرس اللي انت متكاسلة عنه ده اللي قلبك يتلمس بكلمة منه حياتك كلها تتغير يا بنات؟ ومن يتصبر يصبره الله، حديث عظيم قوي، ومن يتعفف يعفه الله سبحانه وتعالى. الانسان لما بيجاهد ربنا بيفتح عليه وربنا سبحانه وتعالى بيديه. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك، وهي من غير زوج. اوعي تأخر الزواج يعطلك عن ربنا، اوعي فشكلت خطوبة او اتنين يعطلوك عن ربنا، اوعي مشكلة مع زوجك تعطلك عن ربنا، ده اللي هيصلح لك كل المشاكل دي علاقتك بربنا. اوعي خزائن ربنا مليانة عرسان، وخزائن ربنا مليانة كل احلام الناس اللي في الدنيا. اوعي لانك انت طلقتي تخلي الطلاق حاجة تشل قلبك وتشل تفكيرك عن ربنا. اوعي اوعي لان زوجك توفاه الله مشكلة ان انت الوقت يشوف امرأة عمران من غير زوج ومن غير اولاد كمان، ومع ذلك بطلة رغم اي شيء، رغم اي معوق. رب اني نظرت لك ما في بطني، ربنا جعلها مثل للدنيا كلها ومثل للرجالة يتعلموا منها، وربنا سمى الصورة كلها آل عمران على اسم الاسرة دي لان كل واحد منها كان نور. اني نظرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني يا رب. يا رب انا بقدم لك الحاجة الوحيدة اللي املكها، انا بقدم لك الشيء اللي لا املك غيره يا رب، انا بقدم لك الحاجة اللي معيش بديل ليها في حياتي، بس انا واثقة ان انا لما هقدم ليك انت هتقدم لي اللي اعظم منه مليون مره. انا واثقه لما استغني بيك انك هتغنيني عن كل حاجه ولو حتى عن ضنايا الوحيد. انا واثقه يا رب، ده اسمه الاستغناء بالله. الصالحين قدموا نماذج في الاستغناء بالله تفوق الخيال، الخيال. النبي عليه الصلاه والسلام في بدر وداخلين يحاربوا الكفار والموقف رهيب، احنا داخلين حرب يعني حرب الصحابه متوقعين جزيره العرب كلها قدامهم، ويلاقي سيدنا حذيفه جاي هو واحد يقول له يا رسول الله المشركين قبضوا علينا وقالوا لنا نعهدكم نسيبكم بس على شرط تدونا عهد انكم ما تحاربوش مع محمد. النبي قال كده، قال خلاص نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ايه ده يا رسول الله؟ ده انت محتاج كل راجل دلوقتي الاستغناء بالله. الصالحين ضربوا امثله في الاستغناء بالله تفوق الخيال. امرأة عمران بتستغني عن ضناء فتقبل مني، انا كل همي بس انك انت تقبل يا رب، كل همي انك انت السميع العليم. انت يا رب اللي سمعني، انت يا رب اللي عالم بحالي، انت يا رب اللي عالم ان انا لا املك الا هذا، انت يا رب اللي بتختار وانت اللي بتقبل. فلما فاديت لحظة اللهفة بقى فورية، لحظة اللهفة لحظة الولادة، فلما وضعتها قالت رب، فاول ما حست انها بنت رب، ده طلعت بنت يا رب،
ده طلعت بنت، البنت هتعمل ايه؟ البنت هتحرر فلسطين ازاي؟ البنت هتطلب علم وتجاهد ازاي؟ البنت هتنزل تدعو في الواقع وتغير فلسطين ازاي؟ امرأة فلسطينية وهي بتولد ولد مصممة ان هو اللي يطرد اليهود من فلسطين، لقت جنبها بنت، يا رب ربيني وضعتها انثى، ده طلعت بنت غلبانة ضعيفة، اخرها ان هي هتتجوز وبعد ما تتجوز هتتشغل في حالها وخلاص. يا رب انا احلامي اتحطمت ولا ايه؟ يا رب انا امالي راحت ولا ايه؟ ربي اني وضعتها انثى. شوفوا ربنا بقى بيقول ايه، ارفعي راسك بقى وشوفي ربنا بيقول على البنت ايه. والله اعلم بما وضعت، ما هنا يقولك للتعظيم، ربي يا مش عارفة اللي جنبها دي هيبقى لها دور عظيم في هداية البشرية قد ايه، هي مش عارفة اللي جنبها دي هيبقى دورها في الحق قد ايه. والله اعلم، الانسان للأسف بيبقى جاهل مش عارف. والله اعلم بما وضعت. اوعي تستقلي نفسك، اوعي تستقلي نفسك. انا بكلم، انا مش بكلم بس الاخت الملتزمة اللي بقالها سنين، انا بكلم البنت اللي لسه داخلة او المرأة اللي لسه داخلة النهاردة اول مرة. اوعي تستقلي دورك، اوعي تستقلي انت ربنا ممكن يفتح عليك قد ايه، وممكن يكرمك قد ايه، وممكن يرفعك قد ايه. وكل اخت ملتزمة اوعي تستقلي ربنا ممكن يفتح في نصرة الاسلام بيك قد ايه. اوعي تتكسري، اوعي تتهزمي، اوعي تظن ان انت مالكيش دور عظيم في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى في الارض. والله اعلم بما وضعت. شوفي بقى ربنا بيقول ايه، وليس الذكر كالانثى. قال البعض اي ليس الذكر الذي تمنته امرأة عمران كالانثى التي رزقتها. هي كانت عايزة ولد، اولاد الدنيا كلهم مش هيجوا حاجه في السيده مريم، خدت واحده احسن من 1000 راجل، خدت بنت احسن. انت تقدري تبقي في الدعوه احسن من 1000 راجل؟ تقدري في قيام الليل تبقي احسن من 1000 راجل؟ تقدري في العباده؟ عارفه المراه اللي من السلف اللي كانت عينيها جميله جدا وظلت تبكي من حب الله حتى قال لها الطبيب ستعمي، فقالت حب الله احب الي من بصري والبكاء شوقا الى الله احب الي من بصري. ده المراه دي يا جماعه ده بركان عواطف، بركان. البركان ده هتخرجيه في ايه؟ هتخرجيه في الدنيا وفي الشهوات، هتبقى مصيبة، هتبقى المصيبة اللي احنا شايفينها برا. هتخرجيه في حب ربنا، هتبقي يعني لا تتخيلي ربنا ينفع بيكي في الامة قد ايه. وليس الذكر كالانثى. وبعد كده امرأة عمران لقت ان خلاص هي واحدة، طب هتعمل ايه؟ واني سميتها مريم. بعض علماء اللغة قالك مريم اي من رام، اي راغبة، اي الراغبة الى الله، حبيبة الله اللي بتحب ربنا، اللي حياتها كلها هدفها انها توصل لربنا. والبعض قال لك اي عابده الله، اللي عايشه حياتها عشان تعبد ربنا. وطلعت مريم عابده عظيمه ذات مقام عظيم في العباده. يعني امراه عمران ما احبطتش، امراه عمران حب ربنا ظهر حتى في اسم ولادها، حتى اسم بنتها حب ربنا ظهر فيه. اللي بيحب ربنا كل نظرات عينيه بيبان فيها حب ربنا. اللي بيحب ربنا يا جماعه، اللي بيحب ربنا سرحانه لما عينيه بتسرح بيبان فيها حب ربنا. اللي بتحب ربنا ليلها بيدل ان دي بتحب ربنا، نهارها بيدل ان دي بتحب ربنا، احزانها كلها عشان ربنا، افراحها كلها عشان ربنا. قلبك ده، قلبك اللي خساره انه يبقى لغيره، قلبك ده اللي بتحب ربنا كل حاجه في حياتها بيبان فيها انها بتحب ربنا. اني وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، وليس الذكر كالانثى، واني سميتها مريم. انا سميتها حبيبه الله يا رب، انا سميتها عابده الله يا رب، انا سميتها الراغبه الى الله يا رب، واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انا يا رب ضحيت بيها عشانك انت يا رب، انا هسيبها في المسجد الاقصى يا رب تعبدك لحد ما تموت. انا يا رب ضحيت بيها عشانك يا رب، يا رب يا رب انا مش عايز يبقى فيها نصيب لغيرك. انا ما قبلتش ان انا اشاركك فيها، انا ما قبلتش ان انا يبقى ليا نصيب فيها معاك. يا رب ما تخليش حد تاني له نصيب فيها، يا رب ما تخليش اي حد تاني يشاركك فيها، يا رب انا عايزها ليك انت بس. يا رب انت ممكن تعملي كده مع اولادك؟ انت ممكن تنذري ولادك لله؟ لما سافرت يعني في بنجلاديش وشفت هناك في الفتره اللي فاتت ديت المدارس القرانيه اللي هناك بيجيبوا الطفل من هو عنده 5 سنين، الام بتسيب ضناها. وكمان في اندونيسيا قابلت اخ فتح 52 مدرسه عامل مدارس كمان للبنات، الام بتسيب ضناها ولد ولا بنت بيروحوا يعيشوا في المدرسه ديت الداخليه 24 ساعه، ما بيروحوش بيوتهم غير من 17 رمضان ل 15 شوال بس، ما بيروحوش بيوتهم غير كده.
يعني احنا كنا عشنا معاهم ايام عايشين ليل نهار، بيصحوا من قبل الفجر بساعه، خليه نحل، اطفال اعاجم يفضلوا يحفظوا في القران، ما حدش عارفه بيحفظ في ايه، اللي بيحفظ في النساء واللي بيحفظ في المائده واللي بيحفظ، واحدين يحفظوا من قبل الفجر بساعه لحد العصر بلا توقف، ومن العصر للمغرب اكل وراحه، ومن المغرب لتسعه بالليل يرجعوا يكملوا حفظ تاني، وتسعه بالليل يناموا في البيت المتواضع الصغير اللي عاملينه لهم اللي هو اسمه المدرسه ده، اللي هو كان مشمع ازرق كده على حته صفيح، لو كانوا عدس يعني بتبقى حاجه قويه جدا ان هم ياكلوه، والمكان ده بيذاكروا فيه ويحفظوا فيه ويناموا فيه ويصحوا فيه ويعيشوا فيه. يعني اخوانا في الله، الام اللي ضحت بضناها ده بالمنظر، والمدارس دي مش غير طوق نجاة واحد ركبوا ابنهم الطفل، ركبوا ابنهم الطفل طوق النجاة وسابوه هو يعوم وينجو، وهم ماتوا حرق او غرق في السفينة وضحوا بحياتهم عشان ابنهم. ايه العذاب اللي يخلوا دول يقولوا ابني او بنتي يترمي في جهنم بس انا انجو، انا انجو، انا اعدي. انت متخيلة يوم القيامة ده ربنا بيجيب لك عواطف امرأة يوم القيامة وهي بتنهار عشان ما يتعلقش قلبك بحد، عشان ما يتعلقش قلبك بحد في معصية ربنا، عشان ما فيش اي حد يشغلك عن ربنا مهما كان ده مين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.